أنتم تشاهدون الآرامية. يا كنيسة قومي قومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي ومعاه أفراحك تبتدي، هو يسوع ملك الملوك مجدو عليك يرى. يا رب يكون هذا الكلام فعلا لما نطلع بالعالم، الله يشوفه مجد العالم، تشوف مجد الله علينا وفي حياتنا وتغار وتقول ليش هيدول الناس عندهم فرح عندهم سلام، ليش ما بيتصرفوا مثل ما نحن بنتصرف، ليش ما عندهم، ليش في ديانتهم، ليش إلههم غير عنا. يا رب يسوع هيك يجعلنا فعلا آلات طيعة وفعلا نجيب المجد لإلهنا في العالم. يا كنيسة قومي ودوري على الخراف، شغلي وشغلك لما نترك هيدا المؤتمر مش بس نجي نحضر وننبسط هون، لكن لما نطلع برا في العالم ندور على الخراف الضال ونجيب، هيدا شغلي وشغلك وشغلك. احنا سفراء عن المسيح، مش سفراء تنغير دين حدا، لا مش هيدي سفرتنا. سفرتنا ندعيهم للحياة الأبدية، والحياة الأبدية هي مش موجود ولا بدين ولا بطائفة، هيدي موجود في شخص اسمه يسوع المسيح. يلا نقول مع بعض، يا كنيسة يا كنيسة قومي سبحي. يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عندي يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عندي يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى، قومي ودوري على الخراف ونوري، مجد جاي حضري، يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي ودوري على الخراف ونوري، مجد جاي حضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى، غطى الأرض ظلام، مجد عليك يرى.
لما تيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا ترتفع يا يسوع ما بيننا. تعرفوا عن جد بالأبدية يمكن واحدة من الأشياء اللي أكتر شيء رح نتعجب لإلها ورح نندم عليها، كم مرة فتنا على محضر الرب، كم مرة طلعنا مش أخدين شيء، لأنه كنا فايتين مش متوقعين مش مصدقين إنه الله قادر يغيرنا. يوم الصبح كنت قاعدة وعم صلي بقول له يا رب غيرني، أي شيء مني أي شيء في حياتي مش عاجبك عندك ملء الحرية يا رب تغيره. تعرفوا لو نجي ونصدق إنه الله جاي مش تيتفرج، مش جاي تيتفرج، الله جاي لمحضره حتى يشكل فينا ويغيرنا ويعملنا أكتر وأكتر مثله. لما تيجي يا إلهنا وترتفع يا يسوع ما بيننا ونلمس الحضور بروحنا والذبايح ذبايح الحمد هاي، على فكرة الترنيم للمؤمن المولود is not an option. الشخص المولود من الرب يسوع بيفوت لمحضر الله وبيبقى مشتاق يقدم له ذبيحة حمد، مشتاق مجده ويرفع، مشتاق انه تنكسر القيود في محضره، مشتاق انه يصلي لأجل الناس اللي ما بتعرفه، لأجل الناس، مشتاق يخدم، مش جاي يحضر اجتماع. انا وانت اذا موجود مولودين في الرب يسوع مش جايين نحضر اجتماع، جايين نشترك في عبادة، جايين نصلي ونشفع حتى نحن نتغير والرب يغير الناس اللي حوالينا كمان. كل واحد يصلي لكل شخص لنفسه ولكل شخص موجود في هذا المكان، محتاجين لك يا رب لمسة منك تجبر القلب الكسير وتحضن التايه وتضمه. نحن التايه واللي عامل غلط من توه زيادة ليه؟ لأنه منتقدين. لكن لما نيجي عندنا قلب المسيح، لما يكون عندي قلب المسيح، يا إلهي أعطني قلب المسيح، لما المسيح يعطيني قلبه بصير التايه بضمه، بصير عندي قلب المسيح، بصير دور على الضايع. يلا نقول مع بعض، كم واحد بيعرف هاي الترنيمة؟ أمين. يلا بدي إياكم تقولوا بقوة، يلا مع بعض. لما تيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا ترتفع عصام بينا، نلمس الحضور بروحنا والذبايح ترتفع لك يا يسوع المجد ليك، كلمة منك ربي تحيي كل قلبي في نبيك، أحتاج لك لمسة منك
شفنا ربي مجدك نعرف ان وحدك كفاية نصغر العالم في عيننا وراح نشوف كله نفاية محتاجين لك لأنه أنت الهدف اللي أنا عايشي علشانه يا رب. ما فيش أسمى في حياتي كلها من الهدف اللي أنا عايشت له أنه أخدم رب المجد وعيش تأرفع اسمه وأحمل اسمه في العالم يا رب وشرف اسمك يا رب. يا رب تعطينا أنه نكون حاملين اسمك ومشرفينه يا رب. تعطينا رافعين روسنا عايشين نعل أعايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني سمين. إبليس بيسفك دمك عشانه يعني العالم اللي عندهم شر في حياته مستعدين يسفكوا دمك علشان يرضوا إلههم. بس الإله اللي أنا وإنت منعبده سفك دمه علشاننا علشان يرفعنا ويعملنا أعضاء في جسده. يلي شفيت النفس بجرحك لما سفكت الدم هناك فوق الخشبة حملت أثامي وأصبح ليا مكان في سماك وعايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبي تقديسي ورسم دخول المفدين. تمن اللي نحنا افتدينا فيه واللي خلينا نقعد الذبيحة العظيمة اللي عطيت السماء من أجله ومن أجلك وأجلك اللي خلتنا نجتمع هيك اجتماع ثمين جدا نعلن بين الناس عن مجده. كم واحد بيعرف هاي الترنيمة؟ يلا نقول ونقول قول. تحبوا نوقف؟ تعالوا نوقف مع بعض. انت هدف اهداف العمر اللي انا بحياه علشان ارضيك وانت حبيب الباب القلب اللي انت ملكته اصبح لي. انت هدف اهداف العمر اللي انا بحياه علشان ارضيك وانت حبيب احباب القلب اللي انت عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبتقديسي رسم دخول المفدين. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبتقديسي رسم دخول المفدين. يلي شفيت النفس بجرحك لما سفكت الدم هناك فوق الخشبة حملت أثامي وأصبح لي مكان في سماك. يلي شفيت النفس بجرحك لما سفكت الدم هناك فوق الخشبة حملت أثامي وأصبح لي مكان في سماك. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبتقديسي ورسمي
دخول المفقودين، عايش بعلم بين الناس ان الدم اللي فداني تمين، سر خلاصي وبتقديسي لما انظر لصليبك ترخص بعيني امجاد الكون، واحسب عارك هو غنايا وربح سماوي فيك مضمون. لما انظر لصليبك ترخص بعيني امجاد الكون، واحسب عارك هو غنايا ربح سماوي فيك مضمون. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني تمين، سر خلاصي وبتقديسي رسم دخولي المفقودين. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني تمين، سر خلاصي وبتقديسي قلبي ثبيته بحبك ليا، ومحلاها العبودية معاك، دي الحرية ودي الأبدية وفرح المجد تم هناك. قلبي ثبيته بحبك ليا، ومحلاها العبودية معاك، دي الحرية دي الأبدية وفرح المجد تم هناك. عايش بعلي بين الناس ان الدم اللي فداني تمين، سر خلاصي وبتقديسي رسم دخول المفقودين. عايش بعلي بين الناس ان الدم اللي فداني تمين، سر خلاصي وبتقديسي رسم دخول المفقودين. تفضل. انا وقت نتعلم ترنيمه جديده، او يمكن مش جديده لكثير منكم، اكيد سمعتوها. انا اول مره الحقيقه برنم هاي الترنيمه، شوي كلامها مع اللحن رح نجرب نظبطه مع بعض. الأخ ماهر فايز بتقول: استيقظي استيقظي والبسي والبسي عزك يا محبوبة، البسي ثياب جمالك. كان عم بيحكي عنها هلأ الأخ فارس. انتفضي من التراب وخذي مكانك يا مفديا، فكي وعودي من سبيك. بديكم تساعدوني، أنا مش كتير أول مرة برنمها، بس حلو كتير هاي الترنيمة، وبدنا نقولها وبدنا نقولها من القلب، وبدنا نذكر نفوسنا أنه نحن نضل مستيقظين. واحد مرة كنت عم بقرأ بكتاب عم بيقول كيف بدي أوقف 24 ساعة قدام العالم وقدام الجسد اللي ساكن فيه، يلي هو اللي بيستعمله إبليس المصغر على المستوى الشخصي، والعالم على المستوى العالمي بيستعمل العالم والجسد والشرير. بدي أوقف 24 ساعة قدامه وكون غالبي منتصرة، وأنا مش مكلفة خاطري أقعد نص ساعة قدام الرب. استيقظي والبسي عزك. يلا نجرب نقول مع بعض، كم واحد بيعرف هاي الترنيمة عظيمة؟ اللي بيقول يجرب، سهل كتير، لحنة كتير بسيط وكلامها كتير حلو. هيك بتقول عدد: استيقظي استيقظي في عزك يا محبوبة، البسي ثياب جمالك. استيقظي استيقظي البسي عزك يا محبوبة، البسي ثياب جمالك. أنا هو معزيكم، أنا هو الحي إلى الأبد، أنا هو معزيكم.
مش رح أقول كلها، بس رح أقرأ كلمة العدد اللي مش رح أقوله. بيقول الله بيتكلم وسط النار، بالصمت بيعلن أو بالصوت، بهدير الأمواج العاصف، بصياح الديك وفي بطن الحوت، حتى القبر يخبر لما يؤمر بحياة من قلب الموت. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قل له يعطيك قلب حساس. هاي صلاتي أنا اليوم لنفسي، صلاتي لكل واحد فينا، يا رب أعطينا قلب حساس، يا رب غيرنا، يا رب ما تسمحش نروح ونيجي نروح ونيجي على مؤتمرات ومجتمعات ورب المجد حاضر في المكان ونطلع مش مغيرين، ولا عم نكون يوم بعد يوم مثل المسيح والناس تشوف يسوع فينا. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قوله يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، بيتكلم وسط الرب بصمت بيعلن أو بصوت، بهدير الأمواج العاصف، بصياح الديك وفي بطن الحوت. الله بيتكلم في ظروفي وفي قلب الحاجة والأعواز، بطرق طبيعية بيتكلم وإنشاء يتكلم بالأعجاب، والفاهم المسيح الله، والفاهم المسيح الله، والجاهل يحسبها ألغاز. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، بصوت وصورة من حواليك، كله يعطيك قلب حساس. شربوا معي على الأخير. الله بيقول لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع، كنت في أنوار الأرضيات وارفع عيني علي وقت الله. الله بيقول لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع، كنت في أنوار الأرضيات وارفع عيني علي وقت الله، واسمع صوته كمان رسالة من السماء. اليوم بنرحب فيكم مرة تانية في المؤتمر، واليوم راح يكون معنا خادم زارنا من 16 سنة بالكنيسة،
لأخي أرمية وديع جندي متفرغ للخدمة في مصر من 25 سنة، متفرغ متجو، عنده خدمة رائعة وسط الشباب، وسط الناس المتابعين المخدرات والناس اللي يعني برا الكنيس. فنشكر رب من أجله، من أجل خدمته. هو زار عدة مرات بالكنيسة وإلنا الشرف أنه يكلمنا في هذا الصباح، فياريت نصلي أنه الرب فعلا يخدمه اليوم وبكرة وبعده، ويكون شعلة نار، شعلة منتشلة من وسط النار. رحب فيك أخ أرمية، ونصلي أنه الرب يستخدمك. أهلا وسهلا. مجد للرب. تعالوا نقرأ مع بعض من صمويل الأول إصحاح 24، سفر صمويل الأول وإصحاح 24. ولما رجع شاول من وراء الفلسطينيين أخبروه قائلين: هوذا داود في برية عين جدي. فأخذ شاول 3000 رجل منتخبين من جميع إسرائيل، وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعول. وجاء إلى صير الغنم التي في الطريق، وكان هناك كهف، فدخل شاول لكي يغطي رجليه، وداود ورجاله كانوا جلوسا في مغابن الكهف. فقال لرجال داود له: هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب: هانذا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك؟ فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا، وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعة طرف جبة شاول. فقال لرجاله: حش لي من قبل رب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح رب، فأمد يدي عليه لأنه مسيح الرب هو. فوبخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول. وأما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه. ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف ونادى وراء شاول قائلا: يا سيد الملك. ولما التفت شاول إلى وراءه خر داود على وجهه إلى أرض وسجد وقال. وقال داود لشاول: لماذا تسمع كلام الناس القائلين: هوذا داود يطلب أذيتك؟ هوذا قد رأت عيناك اليوم؟ هذا كيف دفعك الرب ليدي في الكهف وقيل لي أن أقتلك؟ ولكنني أشفقت عليك وقلت: لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو. فانظر يا أبي، انظر أيضا طرف جبتك بيدي، فمن قطعي طرف جبتك وعدم قتلي إياك، اعلم وانظر أنه ليس في يدي شر ولا جرم، ولم أخطئ إليك وأنت تصيد نفسي لتأخذها. يقضي الرب بيني وبينك وينتقم للرب منك، ولكن يدي لا تكون عليك. أنا يقول مثل مثل القدماء: من الأشرار يأخذ شرا، ولكن يدي لا تكون عليك. وراء من خرج ملك إسرائيل، وراء من أنت مطارد، وراء كلب ميت، وراء بقوس واحد. فيكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك ويرى ويحاكم حاكمتي وينقذني من يدك. فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام إلى شاول، قال شاول: أهذا صوتك يا ابن داود؟ ورفع شاول صوته وبكى. ثم قال لداود: أنت أبر مني، لأنك جزيتني خيرا وأنا جزيتك شرا، وقد أظهرت اليوم أني عملت بي خيرا، لأن الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني. فإذا وجد رجل عدوه فهل يطلقه في طريق خير؟ فالرب يجازيك خيرا عما فعلت لي اليوم هذا. والآن فإني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة إسرائيل، فاحلف لي الآن بالرب أنك لا تقطع نسلي من بعدي ولا تبيد اسم من بيت أبي. فحلف داود لشاول. ثم ذهب شاول إلى بيته، وأما داود ورجاله فصعدوا إلى الحصن. صحاح 26 صمويل الأول 26، جزء صغير بس في عدد 11. نفس القصة تكررت مرة تانية في عدد 11.
اختصارا للوقت، حاش لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى مسيح الرب، والآن فخذ الرمح الذي عند رأسه وكوز الماء وهلمة. فأخذ داود الرمح وكوز الماء من عند الرأس شاول وذهب، ولم يرى ولا علم ولا انتبه به أحد، لأنهم جميعا كانوا. نفسي أسمعها منكم شوية. لأنهم جميعا كانوا للأسف، لأن سبات الرب وقع عليهم. تعالوا بينا ناخد واحدة في روح الصلاة، كل واحد فينا بيقول للرب كلمني كلمني. كلمني. كلم قلبي في هذا الصباح. نثق أن حضورك واضح جدا في المكان. نثق أن إعلان روحك بكلمة حية في هذا الصباح لنفوس مش صعب عليك. أعطي كل قلب في هذا الصباح إحساس من عندك في هذا الصباح. فلما سمعوا نخسوا نخسوا، مش كلام جاي من عند واحد بسيط شوية تراب، لكن كلام يتعظم في اسم المسيح. بس السماء السماء النهاردة يا رب تفرح بناس بتفوق من الغيبوبة اللي هي عايشة فيها، وتصحى من النوم والكسل يا رب بقرارات جديدة وقوة جديدة من عندك في هذه الفرصة، لمجد اسمك يا رب. آمين. نرى عندنا في هذا الصباح رسالة من الرب، فيها كلام بسيط بس أصلي من كل قلبي أن يكون كل في واحد فينا بنعمة الرب مزغي معنا. النوم كمرض حكيت عنه شوية مبارح، وكسبب ما خلي ناس كتيرة النهاردة نايمة. النوم ليه أسباب، لأسباب كتيرة جدا جدا موجودة في الكتاب، وشخصيات كتيرة نامت في الكتاب. لكن النهاردة على قلبي أن أكون مركز جدا معكم في الكلام في حاجة محددة جدا بيعملها الشيطان اليومين دول مع ناس كتير جدا في العالم. الحاجة دي الشيطان لعيب فيها أو من زمان لعيب، وهو محترف قديم وعنده أفكار فظيعة جدا عشان يشد الناس بعيدة عن المسيح. فمش لازم يعني ان لازم يوقعك في خطيه معينه، ومش لازم يعمل معاك حاجه صعبه، ومش لازم ومش لازم ومش لازم. لكن عنده فكر، الفكر بتاعه ده عايز يخلي الناس النهارده مشغوله 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 مشغوله. في زحمه المشغوليات كتير الناس بتجري تجري 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 تجري، وفي زحمه الجري كتير هي تعبانه 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 جدا جدا جدا، لحد ما توصل في المرمى النهائي. هو في الاخر هو نايم. بيقول لانهم جميعا كانوا نياما، وسبات النوم نزل عليهم. ده الملك و3000 واحد يعملوا ايه كل يوم؟ يعني ايه المخطط اللي عند شاول كل يوم؟ ايه المخطط اللي عنده؟ بيجري ورا داود، بيجري ورا داود من ساعه ما عرف ان داود انتصر على جوليات، وكانت المعركة الحاسمة، وطلعت الستات تهتف بعد النصرة الكبيرة، طلعت تهتف وتقول ايه؟ قتل شاول الاف، اما داود فقتل ربوات. فطبعا مين الاعظم في اللي اتعظم قوي؟ لما تقرا قصة في صمويل الاول 18 يقول لك ان شاول ده اتملى بالغيرة، وما عندوش استعداد ابدا ان يدي فرصة ابدا تاني لداود ان يرفع صوت ولا يبقى شخصيه في وسط الناس دي. ابتدى يعمل ايه؟ قال لا، داود ده استحاله يكون اسم في وسط المملكه، ومش هسيبه، رغم ان هو عارف ان داود ده ممسوح من الرب، والرب خلاص قرر التقرير ومش هيرجع في الكلام. ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن ادم فيندم، مش هيرجع ابدا في القرار بتاعه. فعمل ايه؟ ابتدى يجري وراه يجري وراه يجري وراه من مكان لمكان، يطارده، شغال في المطاردات على طول. فطول النهار
تخيلي معايا طول النهار يجري، يبقى لازم هيجي في اخر الليل يبقى ايه؟ تعبان. ولما ينام هينام ويشخر طبعا، ويبقى طبعا صوت المزيكا بتاعه صوته هتبقى عاليه قوي قوي. دخل شاول الملك ومعاه كام واحد معاه؟ انتوا معايا؟ مع كام واحد؟ 3000 يا. وراحوا داخلين على المغاير، عارف ان داود موجود في عين جد، في حصون عين جد. فدخل بعد الجارية الطويلة، دخل أتاري داود كان في نفس الجحر بس في آخره كده من جوه شوية. وبعدين أول ما دخلوا ودخلوا رموا العدد بتاعتهم وراحوا إيه اسم الله عليهم وراحوا نايم. طبعا تخيل ملك معاه 3000، وال3000 ولا واحد فيهم، حتى الحراسة المشددة بتاعة شاول ولا واحد فيهم ماله صاحي. يقول لك الرب اوقع عليهم ايه؟ سبات، يعني عدوا البنك، يعني ما فيش حد خالص حاسس باي حاجه خالص. وطبعا لما واحد ينام يشجع اللي جنبه ينام، ولما صوت الموسيقى بلاش التشخير بل صوت الموسيقى يعلى فيشجع اللي جنبه يديله. ها فتلاقي ده كله بقى بيطلع الاصوات الفظيعه. تخيل دخلت على دنيا دي 3000 وكله، يعني لو كان فيديو زي الكاميرات الفخمه دي عماله تلف على النايمين وتجيب ده نايم ازاي وده نايم ازاي، وتيجي الصبح تقول له شايف صورتك؟ شايف صورتك؟ شايف؟ شايف؟ عارف لما الناس تبص على المناظر دي، طبعا منظر الواحد وهو نايم وفاتح بقه منظر مش عاطفي خالص. بس ايه رايك بقى ان اللي نايم ده مين؟ اللي نايم ملك، ملك، ملك. وده اللي ربنا عايز يقوله لك النهارده. اما تدور على الاشرار اللي بره عايشين في الشر وفي الخطيه، الحسره اللي مالي الكنايس دي الايام دي، ان كل واحد شاطر لما يقول الايه رؤيا 1:5 الذي احبنا وقد غسلنا خطايانا بدمه وجعلنا. بس الملوك نايمه، الملوك نايمه، نايمه، نايمه فين؟ نايمه جوه خالص، ومنومين الناس اللي حواليهم ومخليين الحال نوم. انت مطارد تجري ورا ايه؟ اللي واخد قلبك وقلبك النهارده؟ هو ده السؤال اللي ربنا عايز يصح بينا ضمائرنا ويدينا بنعمة الله النهاردة قلب حساس. الناس النهاردة بتجري، بص على المنظر الصبح وانت طالع رايح الشغل، وتتفرج على أكوام السيارات اللي طايعة على الشغل بتاعها، وكمية الناس اللي طالعة كله بيجري بيجري بيجري، وهم راجعين في آخر اليوم كله برضو راجع ماله بيجري. أول ما يجي يروح البيت بعد يوم طويل من التعب، يبقى بياكل وحاطط الطبق قدامه، بس من كتر ما هو تعبان ومرهق ممكن تلاقيه هو بياكل ماله وايده بتحدف، يعني مش داخل على الطبق. والمدام تقولك فيه ايه؟ يعني ركز شويه ركز شويه ركز. فالنهارده تيجي تتكلم معاها وانت بتحكي معاها تبص تلاقي هي عيني بتطفو وتنور قدامك، ما هي تعبانه اسم الله عليها كمان. الله، اللي هو الرجالة بس اللي تعبانين؟ شفتوا بقى. وبعدين وهو كمان بيطفو نور قدام، فهم الاثنين مالهم منظرهم مش معقول مش معقول مش معقول على حالة النوم. طب طول الأسبوع جري 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 جري، يوم السبت تدور لك على مكنة حشيش وتدور لك على مكنة مش عارف ايه، وتقعد تهد حيلك طول اليوم. تدخل على يوم الحد، هتدخل على يوم الحد هنسمع كلمة ربنا وهنروح الكنيسة، تلاقي في الترنيم، لسه في الترنيم، احنا ما قلناش حاجه. يعني الله يعين المرنمين، الله يعينه، يضطر يقول لك نقف نقعد نقف نقعد حصه العاب كويس، وانت حضرتك مالك نعسان نعسان. اول ما يجي الخادم لو مش صوته عالي زي حالتي ومش بيعمل كده شويه حاجات شقاوه، ها تبص تلاقي خلصنا نام نام اسم الله عليه. ليه؟ هو ده بيجري طول النهار وعايزه بعد كده يبقى بصحته وبطاقته وامكانياته. طبعا لا طبعا لا، ما ليه؟ لازم يبقى نايم، والنوم بتاعه نوم رهيب.
لا جايب اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا شهرين، الدنيا كلها نومة ورا نومة ورا نومة. الى متى؟ ايه اللي مخلي الناس النهاردة نايمة نايمة؟ في سبب. ايه السبب اللي مخلي الناس النهاردة؟ الجري ورا العالم، جري، ناس بتجري. اجيب لبيب زمان قال ترنيمة شعبية بيقول العالم يجري ويقدح وتملي مش شبعان. الله يخليكي، يعني قولي لي كده عشان انت يعني يا ريت تكوني معايا في كل حته عشان تفكريني بسرعه. ورا سيد اسمه المال، همه يلبس ويقلع وعن يسوع غفله. هي دي المصيبه بتاعت الايام دي. الناس النهارده كله عماله يجري يجري يجري. اللي بيجري ورا بيت، واللي بيجري ورا، وده بيجري وده بنجري ورا ايه؟ عايزين منها ايه؟ رغم ان احنا حافظين الآية، انا بكلم ملوك النهاردة، حافظين الآية. واضح اننا دخلنا العالم بلا شيء. مش حافظ حضرتك؟ يلا قول. شفت؟ شفت حافظين ازاي ما شاء الله عليكم؟ بص يقول لك واضح اننا دخلنا العالم بلا شيء وهنخرج منها ولا شيء. يا سيدي لو مش مصدق كلام الكتاب، لو مش عاجبك يعني كلام الكتاب، روح يا سيدي اسأل الاسكندر الاكبر. عمل ايه الاسكندر؟ اسكندر في اخر ايامه قال للحاشية اللي حواليه لما جموت، ايوه اطلب اللي انت عايزه يا باشا اطلب. قال لهم تعملوا لي صندوق مفتوح فتحتين. قالوا له للتهوية؟ قال لهم لا لا مش للتهوية، هتفتحوا فتحتين بس من الجنب وتطلعوا ايديا الاثنين منه وتخلوا ايديا دي، ايديا دي بعد ما جريت وامتلكت حاجات كتير في الدنيا، تطلعوا ايدي من التابوت بتاعي وايدي مفرودة ليعلم العالم كله ان الاسكندر الاكبر امتلك كل شيء وخرج من هذا العالم بلا شيء. في يوم من الايام اتفرجت على جنازة من الجنازات لملك من الملوك بحبه جدا، انا بحبه جدا رغم انه مش في بلدي، بس انا بحبه الشخص ده، انا بحترمه جدا جدا. هذا الشخص اسمه الملك حسين بتاع الاردن. فاتفرجت على الجنازة بتاعته، شكرا الناس المشجعين، فاتفرجت على الجنازه بتاعته وكانت منقوله لايف على عندنا. وانا بتفرج عليها كان يهمني جدا الاخره بقى، النهايه بقى هيعملوا فيه ايه؟ هينزلوه بالتابوت بتاعه ولا هيطلعوه برضه من العلبه بتاعته؟ وعيب عيب، ده ملك. الا بقى النظام ان شاء الله يكون ملك، ان شاء الله يكون مين برضه لازم هيطلع. فطلعوه من التابوت بتاعه يا عيني ملفوف بلف حرير كده، وطلعوه. بصيت عليه قلت الملك ده لما اتولد لفوا في متر قماش، ولما مات خد كام؟ خد مترين. يعني بعد الجري ده كله والملوكيه قدام العالم تقول لي ملفوف بحرير بدبلان بكتان باي حاجه، هو ملفوف وخلصت، هي متر زياده وبعدين خلصت الدنيا دي. بعد ايه؟ بعد جري كتير، بعد جري كتير. يا جماعه ربنا بيقول كلام خطير النهارده، وراء من أنت مطارد. عشان ما طولش عليكم يبقى كلامه محدد، عندي نقط محددة النهاردة. رقم واحد، داود سأل سؤال خطير خطير خطير. ايه هو السؤال؟ في زحمة الكلام اللي قاله لشاول قال له السؤال الخطير ده، وراء من أنت مطارد. ده سؤال خطير ربنا بيطار النهاردة بيقوله لك. ايه اللي انت بتجري وراه؟ اللي انت بتجري وراه، اللي انت واخد عليه وعمالة تجري وراه ومفيش ولا حاجة شبع قلبك ولا شبع قلبك، ليه بيجري؟ شبع ولا مشبعش؟ مشبعش. بص يا جماعة العالم بتاعنا ده ما عمرك هتشبعي لا من لبس، اسم الله على اللبس، مفيش لبس اليومين دول زي ما انت عارف، يعني فيش داعي نقلب في المواجع عشان لسه يعني احنا في مبتدأ الأفراح، مش عايزينها تكون مبتدأ أوجاع. فعارف حضرتك النهاردة يعني بص حضرتك عمرك ما هتشبع ولا تشبع من اللبس ولا هتشبع من الأكل ولا هتشبع من العين. العين لا تشبع من النظر، والودان لا تشبع من السمع، والقلب مش هيشبع من أمور العالم البطلة العطلة. فالسؤال اللي بيفرض نفسه النهاردة، وراء من أنت مطارد؟ وراء من أنت مطارد؟ لما جيت لبلاد هنا ضع
دورت من فلات على بيت، والبيت كان صغير، والعربية كانت بتشحط منك وبتقف في أول كل ركن كده عمالة تركن، والعربية تدخن منك. ربنا واسع ونقلنا من بيت صغير على بيت كبير، ومن عربية مصدية وحالها بلا إلى عربية بقى تبص لها توكوك لوحديها وتفتح البيبان وحاجة ما شاء الله عليه. كويس، أظن شبعت من العربية دي، صح؟ رد عليا، رد عليا، انتوا بتضحكوا بس عايزكم ترد عليا. شبعت من العربية دي؟ لا. شبعت من البيت ده؟ لا طبعا، لا طبعا. عايزين بيت هنا وبيت هناك وبيت هناك وبيت هناك. يبقى تعمل ايه؟ المرتب مش مكفي الاقساط، تعمل ايه؟ تموت روحك، تشتغل شغلة تانية وتالتة وعشرة، ترجع البيت مش شايف المدام بتصط في الحيطة، والعيال ولا ليك دعوة بالعيال ولا ليك دعوة بالمدام، المدام تقول لك انت فين، والعيال يقولوا بابا فين، بابا مش موجود، بابا على ورق، وماما برضو على ورق، والبيت خرب وراء من أنت مطارد، بيت خرب بسبب أباء وأمهات بتجري وراء الباطل العاطل ونسيوا أهم مسؤولية هي البيت. البيت البيت، أوصي بيتك من بعدك، ما عدتش عليك الآية دي؟ إزاي تروح السماء وسايب بيتك رايح على الجحيم؟ مش هينفع، مش هينفع وانت ملك، مش هينفع وانت ملكة. ربنا النهاردة بيتكلم كلام مهم، بيقولك النهاردة بتجري وراء ايه؟ بتجري حضرتك وراء ايه؟ بتجري وراء علاقة؟ علاقة؟ خلصنا من دي، مسكنا في الثانية في الثالثة في الرابعة. بيقول عنها الكتاب، قال للسامرية كل من يشرب من هذا الماء ماله؟ يعني مشيت وراء واحد ما نفعش، الثاني الثالث الرابع الخامس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دخلت عليك مين؟ السادس مستني في البيت، ليس هو زوجك. ايه ده بقى؟ ده بتاع الفرفشة، يعني دول كانوا خمسة ازواج، لكن ده اللي على ورق اي حاجة، زي الورق العرفي بتاع الايام دي واللي بتسمع عنه، او يعني بالمعنى التاني الخيانة والحاجات دي. كانوا لك خمسة، والذي لك الان رقم ستة ليس هو زوجك. اللي بيشرب من المية دي يا سمرية بيعطش ايضا، وما في حاجة هتروي حياتك ولا هتروي حياتك ابدا. يتباهى الشباب، يتباهى الانيسات والانيسون، ان كل واحدة النهاردة تقول لك بصي بقى، بصي الزحمة دي، بصي دي، بصي الزحمة دي، كل واحدة بقى تتفرج بقى على دي ودي ده. يعني بتتباهى بالعلاقات بتاعتها، وهو يقول لك ايه؟ بص بص التليفون بتاعي ماله؟ ما بيطفيش ابدا. من التليفون للشات للعلاقات اللي بتاعها. بسألك سؤال، بتجري ورا حاجات كتير، بتجري حضرتك، بس وراء من أنت مطارد؟ لا علاقة ملت الفراغ، ولا فلوس ملت الفراغ، ولا أمور العالم الغالية العالية النهاردة ملت الفراغ اللي جوانا. ترنيمة زمان شعبية بسيطة اتعملت عندنا في مصر، يمكن ما سمعتوش انت عنها، ترنيمة بسيطة كانوا بيرنموها الناس الغلابة بتوع القرى والناس اللي بيسمعونا النهاردة من القرى هنا. بعدين يقول لك ايه؟ روح المقابر تلقى الأكابر ويا الأصاغر، الكل سافر وانت مسافر، وانت مسافرة من هنا مش على البيت بتاعك بعد المؤتمر، لا، وانت مسافر على الأبدية. على فين؟ يبقى بتجري ورا سراب، بتجري ورا شوية تراب، وماسك في شوية حاجات وبتقول عنهم ياه ياه. هي دي الحاجات اللي انت ماسك فيها. ربنا بيسألك النهاردة، وراء من انت مطارد؟ سؤال خطير بيتحدى به الرب النهاردة كل الحاضرين والسامعين اللي هنا واللي برا اللي قاعدين النهاردة بيسمعوا. وراء من انت مطارد؟ بتجري وراء ايه؟ بتجري وراء ايه يا سيدي؟ مش عاجبك اللي بيجري النهاردة؟ تعال اقول لك على واحد في الكتاب جري، جري وقال حي هو الرب اني اجري وراه. مين ده؟
جاهز، برافو جاهز. لما شاف سيده أليشا عمل ايه؟ قال له نعمان يقول له شويه فضه، يا دي بسيطه جدا، طب غير في الجلاليب، بدل ما انت لابس جلابيه واحده، عيب عيب كخادم يعني وكرجل الله يعني تبقى لابس جلابيه واحده ويبقى شكلها مبقع ويقولوا خدام كده، يعني عيب عيب يعني. فغير الجلابيه، غيرها وجايب لك لبس من سوريا ارام، حاجه ايه حراير بقى وحاجات فخمه قوي. اقبل اقبل ايها الحي هو الرب الذي انا واقف امامه، الح عليه فا ابا رفض. الا مين واقف يسمع؟ جاهز يعني التقوى هي كل حاجه، يعني تلبس جلابيه جديده دي غلط، تغير البدله غلط، يعني بدل ما الناس يعني تشم الريحه من اخر الدنيا، يعني عيب 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 يعني. برضو خليك فريش كده، خليك خادم فريش يعني، اقبلها وخلص يعني. طب خد لك كده شويه خواتم، شويه فضه، شويه ذهب، اتباهى بيهم كده وتدلع بيهم قدام الناس، حتى الناس تحس ان انت يعني برستيج شويه كده يعني. عيب عيب يعني. اللي واقف قدام الرب وشبعان ما يملاش عينيه كل الزباله دي، الا غير الراجل نعمان مشي، الا والتاني قال لك ايه؟ حي هو الرب، بس ما كملهاش لانه مش واقف قدامه خالص. حي هو الرب اني اجري وراه واخد منه شيئا. خلي بالك ملوك الثاني خمس، هاخد منه شيئا شيئا. اللي واقف قدام الرب شبعان وبيدوس على عسل العالم، لكن اللي جعان بيدور على ياخد ايه. الا نعمان بيجري بالمركبات وبيبص وراه كده، يعني يعني بيغير نظر، بلا مس يمين شمال، بيبص وراه ليه مين جاي وراه؟ جحش جاي، وهو جاي بيجري بالطريقه دي. راح موقف المركبات بتاعته، خير خير؟ قال له لا، ده جاي بس لعبدك أليشع، وقالوا ناس ضيوف وغلابه يا عيني مساكين، ونحن عايزين نقدم لهم كسوه جديده. قال له لا، اقبل وخد، اقبل وخد، ما تعيطش، اقبل وخد. فراح كابش كبشه وراح واخد، اقبل وخد. بص ابليس بيقول لك ايه؟ تجري وراي تجري وراي تجري وراي، وتسيبك من أرمية وديع، وتسيبك من الوعظ ده اللي بتسمعه ده، وتسيبك من الحاجات دي، واديك جيت اتفسحت في المؤتمر، تجري وراي ادي لك اللي انت عايزه، مش هتجري ورايا، انت حر انت حر انت حر، بس هتلف لفتك وترجع لي مره تاني. لا مش هرجع لك مره تاني. طلع يجري وراه، قال له اقبل وخد، راح واخد. دخل على البيت، راح محطيهم في دولاب بعيد كده في حته في جحر، بحيث ما حدش يوصل له خالص، وطلع يتنحنح زي ما هو واقف كده. ليك المجد. ده مين ده؟ ما هو بيلعب على الونجين. عارفين جحز معناه ايه؟ وادي المناظر، بتاع مناظر. عارف زي الناس النهارده ايه؟ يقف في الكنيسه. ليك المجد، هو عامل مصايب قد كده بره. عارف؟ فهو دخل كده ووقف كده. الا أليشع نادى عليه، من اين يا جحزي؟ قال له لا، عبدك ما راحش الى هنا ولا هنا. قال له الم يذهب قلبي وراءك لما كنت بتجري ورا المركبه؟ اهو وقت لاخذ فضه وثياب، دي هنعديها لان هي دي اللي خدها. لكن اللي عجبني في أليشع يقول له لا، كروم وزيتون. ايه كروم وزيتون؟ لا، ما هو قال لك ايه؟ أليشع ده بكره هيتزاح وهيموت، واحنا اللي خدناهم وخزناهم شويه الفضه والذهب، نفكهم نفكهم ونبيعهم ونشتري كم ارض ونبقى المعلم جحزي في البلد. فقال له اهو وقت، مش جريت عشان تاخد شويه فضه وثياب بالغلط يا كذاب؟ طلعت تكذب على نعمان وجاي تكذب عليا في محضر الله؟ لا، تاخدها على بعضيها، تاخد الفضه والذهب والثياب والبرص عشان يبقى الكوكتيل كله على بعضيه مية مية. ماشي يا حبيبي؟ اهو ده اللي بيجري النهاردة ورا العالم، اهو ده اللي بيجري. انا مش عارف انت بتجري فين، انا مش عارف انت بتجري فين الايام اللي فاتت، بتجري ورا ايه؟ المصيبة ان الناس النهاردة بتجري ورا خطية، ماشي بتجري ورا. بس انا بقول لك بصراحة النهاردة في ناس بتجري ورا مش العالم، لكن بيجروا ورا كتب كتب كتب
منتسبة إلى الله ولا وجود لله. والدليل إنك بتجري السنين اللي فاتت صمت قد ما صمت، صليت قد ما صليت، زرت قد ما زرت، دفعت قد ما دفعت، على فين؟ الله أعلم. طب طالما حضرتك مش عارف رايح على فين، يا سيدي أقف النهاردة في المؤتمر ده وراجعي وراجعي الحسابات. وراء من أنت مطارد، لا في سلام في قلبك ولا قلبك، ولا عارف أبديتك رايح على فين، والسلام في حياتك مش موجود، وكل يوم من أشر إلى أشر إلى أشر. وراء من أنت مطارد، ورايح على فين في آخر الدنيا بتاعتنا النهاردة؟ رقم واحد، سؤال خطير. رقم اتنين، من ملك صغير، من ملك صغير، من الملك الصغير ده؟ داود، داود الملك الصغير، صغير سنا قدام الناس. اسمع بسرعة عشان الوقت، صغير سنا. لما جه صمويل يمسح ملك من بيت يسى، عدى السبعة، أول واحد شافه أليآب عجبه يمكن، فحس انه طويل كده، قال له كفايه من الطول، كفايه من الطول، مع الاحترام لكل الطول، فطبعا كفايه من الطول. شاول كان اطول واحد في الشعب، ملك قد ايه شاول؟ هو في اعمال 13 بيقول ملك 40 سنه، بس لما ترجع حضرتك في صمويل هتلاقيه كم سنه؟ هو 43. ايوه هي دي بقى، ما هذه الحاجات اللي بتتمسك من بره، يقول لك بص الغلط، بص الغلط فين، بص الغلط فين. هم 43، هم 3 وهم 40. 40 حسب نظرة الناس، 3 في مشيئة الله، و37 معزول تماما ليس له قيمة في نظر الله. يا هذا اللي ربنا عايز يقوله لك النهاردة. خلي بالك من جملة العمر بتاعك، جملة العمر. لما تيجي للمسيح بدري وتقبل المسيح، وتقبل المسيح في مؤتمر زي ده، وتبدأ حياتك حياة بقوة مع المسيح، ربنا يباركك كتير، ويبقى عندك استثمار للوقت اللي جاي، وتبقى عندك خدمة رائعة في الأيام اللي جاية. وبدل ما عمرك يضيع في زبالة العالم والجري وراء الأباطيل في العالم، تبقى مستخدم، تستخدم وتبقى خادم رائع، وربنا يستخدمك ويفتح قدامك أبواب قد كده، ويعمل بيك عمائل قد كده. أقول لك، يوم ما تبت، يوم ما خدت القرار، يوم ما قبلت المسيح، يوم 11/7/78 الساعة 12 ظهرا زي دلوقتي كده، عارف يوم ما قبلت المسيح؟ ولا كان عندي أبدا ذرة رجاء إني أرمي وديع ده يتغير اللي أنا بكلمك عنه. والحمد لله ليا أخويا الكبير حاضر، ومعايا أختي كمان حاضرة هنا في المؤتمر ده. عارف حضرتك، أوحش واحد في البيت، أتعس واحد في البيت، تعبت بابا في خدمته قد كده، بابا كان خادم، بس الحلم الكبير اللي ما كنتش اتوقع، معقول يغيرني؟ معقول يستخدمني انا؟ معقول يفتح قدامي العالم عشان ربنا يستخدمني انا؟ ولا حاجه، ولا حاجه. ويجيبني بدري بدري بدري، يقول لي تعالى بدري، بدل ما تستخدم الطاقات بتاعتك في الشر، تعالى. بتحب التمثيل؟ تعالى استخدمك في الخدمة، تمثل وتقول اللي انت عايز. بتحب الفن؟ اخليك في الفن، تضحك وتضحك الناس وتبسط الدنيا. عايز تعمل ايه؟ تعالى بكل الموهبة بتاعتك، بكل الاستخدام بتاعك، واستخدمك زي ما انت عايز، بس بالطريقة بتاعتك. يا لما تيجي تجربها النهاردة، ما تيجي تجربيها النهاردة، لو انت شايف ان الحياة عدت منك قد كده، ما تيجي تاخدي قرار النهاردة وتقولي له أتبعك. ملك صغير، الملك الصغير ده في عينين مين؟ في عينين أبوه. يقول له إيه؟ السبعة عدوا أخوات داود، بقي الصغير وهو يرعى غنم أبيه، يرعى غنم أبيه. صغير؟ صغير ده في نظر أبوه؟ طب تعالى شوف كده جوليات، أول ما شاف داود نازل عليه كده وهو ماسك النبلة، المقلاع بنسميها عندنا النبلة، عارف، وحاطت فيها زلطاي، وزي ما بتقول مسدودو ولا مسلولو، عارف قالت ايه؟ وخد النبلة وطوحها ورماها في، عارف ايه، ووقع الكبير ده.
عارف جوليات اول ما شاف داود جاي عليه يقول ايه؟ استحقره لانه كان غلام. غلام يبقى في نظر ابوه صغير، وفي نظر جوليات غلام، وفي نظر كمان لا في نظر شاول. شاول الملك ده بتاعنا النهارده اهو، اول ما شاف النصره يقول لرئيس الجيش بتاعه ابناير، ابن من هذا يا ابناير؟ قال له حياتك يا ملك ما بعرفش. فراح ساله، فده ابن من هذا الغلام؟ يبقى في نظر شاول غلام، غوليات غلام، وفي نظر ابوه صغير. لكن في نظر الرب، اسمع التقرير، اعمال 13 بيقول عنه كده: وجدت داود رجل حسب قلبي الذي سيصنع مشيئتي. يبقى الناس تقول عنك اي حاجه، الناس تقول عنك اي حاجه، لكن انت في نظر الله حاجه تانية خالص. انا ممكن اكون صغير في عينين الناس، لكن في نظر الله انا راجل حسب قلبه. عشان كده ربنا النهارده بيشجعنا. رقم واحد سؤال خطير، رقم اتنين من ملك صغير، رقم ثلاثة بيقدم اعظم تحذير. ايه اعظم تحذير؟ لماذا تسمع كلام الناس اللي بيقول عليك ان داود هيموتك؟ لماذا تسمع كلام الناس؟ وانا نفسي تحط العباره دي لو سمحت في كتابك وكتابك كده، حطها في برواز مهم. لماذا تسمع كلام الناس؟ مش هو ده اللي خرب البيت النهارده؟ طبعا مش هو ده اللي عامل انقسامات في الكنيسه، كل واحد ماسك التليفون لب 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 لب. كلام الناس. دخلت في يوم من بيت من البيوت، وبعدين البيت ده كان واسع، فلقيت الراجل، انا دخلت من على الباب وفي طرقه كبيره كده، صاله كبيره قوي، ففي اخر الصاله الراجل قاعد هناك حاطط التسجيل جنبه وهايم. فانا قلت يمكن هايم في ترنيم، فالمدام قعدت تناد عليه: يا ابو مايكل، الاخ ارميا، يا ابو مايكل، الاخ ارميا، اخ ارميا، ان ابو مايكل يفوق. ابو مايكل مش هنا خالص. عارف ابو مايكل فين؟ هايم في ايه؟ اغنيه طلعت سنه 95 بتقول كلام الناس. انا جبتها لك صوت وصوره، ربنا يسترها عليا. فلقيته هايم في ايه يا ابو مايكل؟ في كلام الناس، لا يقدم ولا ياخر. طب لما كلام الناس لا يقدم ولا ياخر، ما تفتح كلام ربنا اللي بيقدم وعمره ما ياخر. لا مش عايز يسمع كلام ربنا، رايح يسمع كلام الناس. كلام الناس مش هو ده اللي بنسمعه؟ مش هي دي مغني مش عارف مين ومغني مش عارف مين؟ كلام الناس لا يقدم ولا ياخر. الاغنيه دي لما نزلت تبص على الدنيا والناس هايمه في كلام الناس، هايمه يا سيدي. كلام الناس عمره فعلا ما يعمل حاجه، لكن في كلام الله، كلمتي الحيه الفعاله. الناس النهارده سابت كلمه الله ومسكت في كلام الناس. طب يا سيدي اسمع كلام الرب بيقول ايه. احذروا من الناس، متى 10. عارف الرب بيقول ايه؟ بيقول للناس اللي تجري ورا الناس، اتعلم الدرس ده. شاء الرسول بولس فقال غلطية واحد: ان كنت بعد ارض الناس فلست عبدا للمسيح. اسمع يا سيدي، كورنثوس الاولى 7 بيقول اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. انت ملك للمسيح، اسمع كلامه. انت ملك للمسيح، اسمعي واسمع كلامه، لكن ما تسمعش كلام حد تاني. تقول لي صح، انا عارف دلوقتي هتعيط قدام، صح، عارف سر الجوازه بتاعتي دي والنكد اللي انا عايشه فيه. ايه؟ سمعت كلام الناس. عارف ليه ما سالتيش ربنا؟ ربنا كان جازه مفتوحه في ساعتها، كان اوف ساعتها، ساعه ما اتصلت بيه خارج نطاق الخدمه، كان غير متاح، كان ايه؟ كان موجود. عارف لما تسال يشوع، يشوع عمل غلطه في عمره في يشوع 9، لما دخل الجبعونيون غلط في وسط شعب الله، يقول لك ومن فم الرب لم يسأل. هاي دي المصيبه. الناس النهارده سيد كلام ربنا وراحت تسمع لكلام الناس اللي عمره ما يعمل اي تغيير. رقم 4، عشان طولت عليكم، رقم 4 بيقدم النهارده مش بس اعظم نصيحه، اعظم تحذير، لكن بيقول لك حاسب من الجري الكتير. دي رقم 4 اختم بها كلامي.
حاسب من الجري الكتير. رقم واحد سؤال خطير وراء من أنت مطارد، من ملك صغير. رقم ثلاثة يقدم أعظم تحذير. لماذا تسمع كلام من الناس؟ من الناس، الناس حلوة وبركة كبيرة. بقولها بكل صراحة، خادم كنت أو قسيس أو كاهن أو أي شخص ليه مشورة، ربنا يباركك، وحلو أنك تسأل المشيرين وتذكر المرشدين، لكن قراراتك تاخدها من الرب شخصيا شخصيا، لأنه ينبغي أن يطاع الله. رقم أربعة بيقول لك حاسب من الجري الكتير. إيه الجري الكتير؟ جري كتير شاول صح؟ النتيجة رقم واحد تعب، كسرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. اثنين نام ونزل عليه السبات هو والجيش بتاعه. دي النتائج على فكرة للنوم، خلي بالك. رقم ثلاثة ودي عايزك تصحصح فيها قوي معايا، عارف رقم ثلاثة ايه؟ في فضيحة. فضيحة فضيحة. ليه؟ عارف لما دخل داود على المغارة ولقيه نايم هيسحب السيف يقتله وتجيش حاول معاه، قال لهم لا، كيف امد يدي على مسيح الرب اي الممسوح من الرب ملك؟ راح عامل له علامة بسيطة بس كده، راح جاي له كده عند الطرف كده وراح عامل له ايه؟ راح قصص له قصقوصة. طلع يجري تاني يوم شاول من المغارة هو والجيش بتاعه، هما طالعين يجروا إلا داود طلع يجري من ناحية تانية يبص عليه. أشاول راح بص ورا شاول، داود لسه هيجري، قال له استنى شوية. خلي بالك من القصقوصة دي، أنا امبارح كنت واقع بين إيديا بس كان ممكن أعمل لك حاجة، بس أنا النهاردة ما قدرتش أعمل لك حاجة. وادي العلامة، بص على الجلبية بتاعته، الملك جلبيته مالها؟ انت طبعا بتقولي ايه يعني يغيرها ويرميها، هي شغلانة يعني؟ لا خلي بالك لما تنام العدو هيسيب لك قصقوصة، هيدخل بفضيحة، هيخليك تقع في مصيبة، بس هتبقى بالفايل بتاعك طول عمرك، كل ما تيجي تنصب راسك ترفع راسك لفوق يقولك فاكر. خليها لك علامة، علامة. خلي بالك بيوت كتيرة فيها علامات صعبة أول أيام. لما نامت الناس الواد اتباع للمخدرات والبنت راحت في اتجاه تاني والدنيا خربت والخيانة بوظت الدنيا، قصقوصة. رقم أربعة واختم بيها كلامي خلاص، رقم أربعة دي مهمة أو عارف إيه؟ خد منه كوز المية صمويل الأول 26 مرة تانية، قطع عهد معاه مش هجري وراك، بس في المرة التانية خد كوز المية والرمح. كوز المية، المية رمز الأفراح الروح القدس، والرمح عدة الحرب يا حبيبي. يبقى رقم واحد هيسيب علامة فيك، رقم اتنين هيسلب أفراحك ياللي بتجري ورا العالم، رقم تلاتة هيخليك في هزيمة متكررة كل يوم. عرفت بقى وراء من أنت مطارد؟ ربنا النهاردة بيقول كلام من أبسط ما يكون وأوضح ما يكون، بيراجع حساباتك وحساباتك النهاردة بيقول لك صليبي ما زال مفتوح قدامك ياللي بعيد ياللي جريت جري طويل، ياللي قلبك وجعك وقلبك وجعك من الشهوة والأمور العالمية وجريت كتير. لو سمحت تعال النهاردة عند الصليب، تعال حط قلبك اللي تعب النهاردة وقول له البنقيا اخلق لك فيا وروح مستقيما جدد في داخلي، تعبت من جاي ورا العالم، نفسي ارجع لك النهارده بتوبه حقيقيه. يرجع ولا ما يرجعش؟ لازم يرجع، يفوق من النوم اللي احنا فيه ومن السبات اللي احنا فيه، ويعمل بنعمته اعمال غير عاديه نسمع عنها الايام اللي جايه والوقت اللي جاي في الخدمه. انا بصلي انه نقف كلنا دلوقتي مع بعض في اخر دقائق من المؤتمر، الفرصه بتاعتنا دلوقتي اخر دقائق من الخدمه، نفسي كل واحدة وواحد في دقيقة واحدة دقيقتين، يا ريت ما نخرجش لأي سبب من الأسباب ونظل في مكاننا، لو سمحت دقيقة واحدة بس. ربنا بيكلمك، ربنا بيقولك أنت فين، ربنا بيقولك السنين اللي فاتت جريت ورا الباطل العاطل، كل سنة بتيجي تحضر المؤتمر وتروح زي ما أنت،
لحد امتى؟ يا رب النهارده يقظه لحياتي، يقظه لضميري المتبلد يا رب. ادي عبدك النهارده قلب احساس حساس عشان النهارده يا رب اراجع حساباتي بسرعه. سنين ضاعت من عمري وانا بجري ورا السراب، لكن يا رب بنعمتك انا راجع ليك في هذا الصباح. سنين جريت ورا مبادئ غلط، ورا ديانات غلط، ورا كتب غلط، ورا سياسات غلط، ورا امور غلط، وانا مش عارف ابديتي رايحه لفين. النهارده افتقد حياتي في هذه الفرصه وغير مصير حياتي، ارسم قدامي اعظم رجا السماء من خلال يا رب صليبك اللي يرتفع فوق حياتي. اقبلني في هذا الصباح، غيرني في هذا الصباح، يقظني بتوبه حقيقيه في هذا الصباح، افطم قلبي عن الجري ورا الباطل في هذا الصباح. في اخر دقيقه ممكن تكون حاسمة في حياتك وحياتك، واحنا بنسمع الصلاة دلوقتي صلي ان كل واحد يكون بياخد قرار. يا ربنا المبارك نشكرك من اعماق القلب من اجل هؤلاء الناس العظام الذين علمونا دروس مهمة لحياتنا. اعطنا النعمة لكي نكون مستمعين وعاملين بالكلمة، ولاسمك نهدي الكرامة والمجد للأبد آمين.